Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning. Today we are going to take indirect questions. Indirect questions اللي هي الأسئلة الغير مباشرة. طبعا هاي بيونت 7، القاعدة الأولى بيونت 7. هسا بداية قبل ما أبلش معاكي بالindirect questions، خلينا نرجع نذكر مع بعض الكويستشن نفسه، لأنه هو الأساس اللي أنا بدي أشتغل عليه. الكويستشنز إحنا عنا نوعين زي ما أنت عارفة، yes no questions و wh questions. yes no questions بتتكون من auxiliary verb subject verb. wh question شو الفرق بينهم الثنتين؟ إنه في عندي wh word هنا وفي عندي auxiliary verb و subject verb. أوكي، فإذا نفس التركيب. التركيب اللي بهمني أنا إنه أول إشي عندي auxiliary verb، بعدين عندي subject، بعدين الverb. أوكي، ما دام جبنا سيرة إنه الفرق بينهم الثنتين في إنه WH word، شو WH word؟ بيكون مثال عليها when, where, who for example, how, how much, how many, how long for example, what time and so on. خلينا نيجي على auxiliary verbs. auxiliary verbs بنعرف إنهم أربع فئات، اللي هي فئة verb be is am are was were، فئة verb have have has had، فئة المودلز كان ويل شال شود كود، تعرفيهم أفعال المودلز، أو فئة أفعال دو دو داز ديد. أوكي، كلياتهم وراهم سبجكت بعدين فيرب، زي ما نشوف سبجكت فيرب سبجكت فيرب. أوكي، عشان نيجي نحكي إنهم هدول سؤال. أوكي، هسا فور إكزامبل وير دو يو ليف، فور إكزامبل وير دبليو إتش وير دو سب أوكزيليري فيرب سبجكت فيرب. Do you live in Jordan? Do auxiliary verb subject verb، عشان تكوني عارفة تركيب the structure of the question. Can you swim? Can auxiliary verb subject بعدين عندي verb. How has she traveled? How WH verb has auxiliary verb she subject بعدين عندك traveled verb. فإذا لازم تكوني بداية عارفيت لصيغة ال question. أوكي، خلينا نبلش في الindirect questions. الindirect questions يا حبيباتي احنا بنعرف، طبعا انا اعطيتكم امثلة بالبداية. زي ما انت عارف الindirect questions اول شغلة احنا اي قاعدة بناخذها لازم تكوني عارفيت لي الفانكشن تبعتها، language function للاحتياط، لحسن يجبولك language function. We can use indirect questions to ask questions in a polite formal way، اللي هي للسؤال الأسئلة طبعا نسأل فيها، لكن بطريقة بولايت مؤدبة وفورمال واي، طريقة رسمية. أول شغلة في الإندايركت كويستشن، أنا كيف بدي أعرفها بالوزارة؟ كيف بدي أعرف إنه هون بدي إياني أحول لإندايركت كويستشن؟ عندي مقدمات، المقدمات هاي لازم تكوني عارفيتها. أنا ما بحكي لك احفظيها، لكن لازم تكوني عارفيتها لأنه هي اللي بتجيك، يعني واحدة من المقدمات. خلينا نعمل استادينج لهم كلياتهم، كويك لوك، نظرة سريعة عليهم. هسا could you tell me، هل لك أن تخبرني؟ طبعا هو بيكون مبلش لك فيها وحاط لك فراغ، وانت السؤال اللي بعطيك إياه بدك تحطيه في الindirect question. لاحظي في عندك بالآخر question mark، أنا علامة السؤال اللي حاط لك إياه بحب بس ألفت نظرك لشغلة، إنه question mark مش عشاني أنا بحط سؤال، السؤال نفسه رح أحوله أنا، رح يصير عندك statement، نفس السؤال رح يصير صيغة statement، لكن أنا بحط هون question mark بناء على بداية المقدمة. المقدمة could اللي هي auxiliary verb you subject تل فيرب، فإذا بناء على المقدمة حطيت هون question mark. ماشي، هسا could you explain، do you know، do you mind، لكن do you mind بدك تنتبهي لها إنه دائما وراها verb ing، ما بصير أجي أحكي لك do you mind وأجي أحكي لك subject to verb وراها. يعني مثال مقدمة هاي do you mind telling me، وراح تشوفي إحنا كيف راح نستخدم هاي وهاي. هسا do you have any idea، كلياتهم لسات صيغة سؤال، لكن لو اجينا حكينا طلع المقدمات هاي I'd like to know، أود أن أعرف، لاحظي الفول ستوب بالآخر النقطة، لأنه I subject would like would verb would like وكملت فيها I wonder، لاحظي subject verb عشان هيك full stop. I don't know I subject و don't know اللي هي الverb عشان هيك عندك full stop. أوكي، فإذا بداية عرفنا شو نوع السؤال، شو أنواع الأسئلة، صيغة الأسئلة، وشفنا كيف المقدمات اللي ممكن تجيني. شغلة ثانية لازم نعرفها إنه بنية الجملة the structure is then the same as in reported questions، نفس ال structure reported questions. شو اللي بجمع فيهم، اللي بجمعني مع reported questions، الإشي المشترك بينهم إني أنا رح أحول الصيغة ل subject to verb. أوكي، يعني could you tell me where
the post of stop is مثلا. فأنا رح حط where ورح حط the bus stop, sorry, the bus stop اللي هي subject و is الverb, يعني رح تصير صيغة statement عندي ورا. حطيت لك question mark هنا بناء على المقدمة وليس على الإشي اللي رح أحوله. إذا كانت المقدمة زي ما أنت شايفة I don't know, شو كانت عندي بالنهاية؟ حطيت full stop. أوكي يلا let's begin. طبعا أنا صنفت لك إياهم زي ما انت شايفة, صنفتهم حسب الأوكسيلياري فيرب. رح أشتغل معاكي أنا فيهم حسب الأوكسيلياري فيرب. هسا خلينا نبلش. لو إجيت حكيت لك رح أبلش أنا بفئة بي. أفعال بي زي ما انت بتعرفي is, am, are, was, where بدي يكون عندي زائد subject وبدي يكمل السؤال. أنا ليش بدي أحوله؟ بدي أحوله subject is, am, are. يعني for example where is أحمد؟ السؤال هذا where is أحمد. هسا باجي بتطلع طلع كيف بدنا نحلها. أول شغلي could you tell me, بعرف من خلالها واحد من المقدمات اللي شفتهم قبل شوي, بعرف من خلالها إنه هذا indirect question. أوكي فباجي بحكي ما دام عندي wh word أول إشي بنزل wh word. أوكي بعدين باجي بعكس ما بين الفعل المساعد اللي هو فعل be, شو مكان فعل be is, am, are, was, where, على طول بعكس وبحط أحمد إز. فإيش عملت أنا؟ خطوتين. الخطوة الأولى أول إشي نزلت الـ WH word, والخطوة الثانية عكست ما بين الفعل المساعد وفعل والسبجكت فنزلت أحمد إز. كانت إز أحمد صارت أحمد إز. هسا أعطيتك هنا yes no question. لما أجي أحكي لك إز أحمد in the living room, أنا عندي هون باجي بطلع ما في عندي WH word, فشو بدي أعمل؟ أول إشي بحط إما if أو whether, واحدة من الثنتين إما if أو whether. بفضل أنا أنك تحطي if, وأكيد كل المعلمين بفضلوا تحطوا if لأنه whether بنخاف إنه تكتبيها غلط. إذا كتبتيها غلط أكيد غلط ما في مجال, فحطي if أنت أفضل لك يعني وأسلم. باجي بطلع على الفعل المساعد ما دام فعل verb be وبعدين subject بعكس. أوكي فبدها تصير عندك if أحمد is, لاحظي أحمد is in the living room. أوكي هسا هاي أفعال بي. إذا شو بنعمل بأفعال بي؟ أول شغلة بنتبه WH question less no question, بعدين بعكس ما بين فعل بي والسبجكت. هسا إذا كان عندي واحد من أفعال have شو بدي أعمل؟ why for example why has she left. هسا do you mind telling me المقدمة اللي بدي أحط لي إياها, طبعا هي محطوطة وجاهزة منها بعرف إنه indirect question. فباش بقى أول شغلة شو اتفقنا نعمل ما دام WH word بنزل why, بعدين فعل من أفعال have عندي وسبجكت بعكس نفس الإشي she has left. لاحظوا question mark ما إنه المقدمة عندي do you mind. هسا have you studied well, نفس الإشي باجي بتطلع عندي WH word ما عندي, فإذا بدنا نحط if أو whether. ديري بالك تنسيهم, بدونهم ما عندي indirect question if أو whether. يعني هنا كنا حاطين قبل why اللي هي WH word, هنا if أو whether. أوكي باجي للخطوة الثانية ما دام عندي واحد من أفعال have بعكس you have studied well. Not question mark, full stop. طبعا ليش؟ لأنه I'd like to know, طلعي مقدمتي فرضت علي أحط بالآخر full stop. أوكي انتبهتي لشغلة إنه إحنا صحيح إحنا على خطوتين قاعدين بنعمل indirect questions. أول شغلة إذا عندي WH question بنزلها, عندي ما عنديش بحط if أو whether. الخطوة الثانية بناء على الفعل المساعد هنا في أفعال be وأفعال have عكسنا. أوكي لكن لاحظتي إنه لا غيرت ضمير ولا غيرت فعل, مهم جدا 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 هاي النقطة, وممكن تجيك ضع دائرة لا تغيير ضمير ولا تغيير فعل, ما إلي شغل فيهم. أوكي خلينا نشوف الفئة الثالثة من الأوكسيلياري فيربز اللي هي المودل فيربز. هسا will you visit Petra for example, عندي yes no question ما دام ما عندي WH word, فإذا بنزل will sorry ما عندي WH word فإذا بحط if أو whether. if أو whether. أوكي ما عندي WH word باجي بتطلع ما دام عندي مودل بعكس you will
visit Petra. شو بدي أحط هنا؟ Madam, could you tell me? فإذا question mark. Okay. هسا where can I find the pen? عندي WH word بنزلها. Do you know where? Madam, عندي model بعكس. I can find the pen. واضح؟ فإذا do you know where I can find the pen؟ ماشي؟ هسا الثلاث فئات من المودلز من الأوكسيليري فيربز أفعال بي أفعال هاف والمودلز الثلاثة شو عملنا؟ عكسنا ما بين السبجكت والفعل المساعد. هسا أفعال دو، أفعال دو إلها خصوصية طبعا غير عن الأفعال المساعدة بشغلة، إنه أفعال دو مستحيل إني أنا أخليها، لازم أحذفها. طلع كيف نعمل. For example, do you live in Jordan؟ لما يكون موجود عندي do أول شغلة بلشت أنا WH ولا ما بلشت؟ ما في عندي WH، إذا بحط if أو whether قبل ما أعمل أي شيء. if أو whether بعدين do بحذفها ولا أي تغيير غيرها. هسا you live in Jordan، شو عملنا؟ ولا إشي، بس حطينا if أو whether ما عكسنا، بس بنحذف دو. هسا where do you live؟ عندي WH word بنزلها قبل ما أفكر لسه بالفعل المساعد. عندي دو بحذفها، يو بكمل live. اوكي does إذا كانت موجودة عندي ماشي رح تنحذف زيها زي دو، لكن إحنا اتفقنا على شغلة خطوتين. الخطوة الأولى أنا بخاف تلتهي بدو أفعال دو، لا أول إشي ما دام عندي yes no question بحط if أو whether قبل ما نبدأ نحكي شو بدنا نعمل. هسا طبعا بتحطي واحدة فيهم، وأنا بفضل تحطي if مش تيجي تلتيلي بالثنتين، مع إنه يعني رح أحكيك شغلة إنه الجملة هاي يعني الأفضل نحط whether بوجود or، لما يكون عندنا or هي الأفضل whether، لكن لو حطيتي if صحيحة 100% لا تغلبي حالك حطي if. هسا بوجود does بحذف does، أوكي، لكن ما بصير أحذف does وخلي الجملة هيك. لما أحذف does بدي أنتبه إني أضيف على الفعل s أو es، أوكي، فباجي بحكي يعني حتى لو ما كنت عارف الفعل امشي أنت بترتيب الجملة. إحنا اتفقنا auxiliary verb subject بعدين عندي verb، صح ولا لا؟ المين verb. فإذا the exam بنزلها، ديري بالك الترتيب اللي إحنا قاعدين بنحكي عنه. بعدين starts أوكي at 10 or half past 10 بكملها للآخر. أوكي هسا when did they reach؟ بنزل when قبل ما فكر بالأوكسيليري فيرب، بعدين باجي بحكي أفعال do did رح تنحذف، لكن باجي على الفعل الرئيسي بده يصير عندي verb to. أوكي فباجي بحكي they، وعلى طول الفعل reach بده يصير reached. أوكي verb to. إذا قاعدتنا شغلتين نعملهم، إذا عندي WH word راح أحط WH word، أوكي زي ما اتفقنا WH word بنحطها، إذا ما عندي راح أحط if أو whether. هاي نقطة. النقطة الثانية بنتبه للأفعال المساعدة، إذا عندي فعل be أو فعل have أو فعل model نعكس وبعده وبنكمل الجملة زي ما هي. أما إذا كان عندي أفعال دو، أفعال دو إلها خصوصية، دو بتنحذف بدون أي تغيير، بس بنحط if أو whether، أو إذا كان عندي WH word بننزلها وبننزل الجملة زي ما هي بنحذف دو. does نحذفها لكن بنزل السبجكت وبحط مع الفعل is. did بحذفها بنزل السبجكت وبحط الverb verb to. أوكي الشغلة الثالثة اللي حاب أنوه لها، طبعاً إحنا هيك بنكون خلصنا خلص، هاي هي القاعدة، يعني القاعدة بسيطة جداً، لكن في عندي كم ملاحظة إليك بدك تنتبهي لها. أول ملاحظة، إذا كان عندي please بنهاية الجملة عادي بكل أريحية، حابة تخليها خليها، حابة تحذفيها احذفيها، ما عندنا أي مشكلة، لكن إذا كانت بداية الجملة احذفيها على الأكيد. ماشي خلينا نشوف مثال. What's the time please؟ باجي بحكي could you tell me؟ اتفقنا بدنا ننزل WH word، صح؟ مش عندي هون what؟ انتبهي انه هون لما يكون عندك what's زي هيك
عادة بجيبولك إياها مختصرة. هاي الإس اللي أنت شايفيتها هاي إز، أوكي؟ فإذا هاي اللي أنت شايفيتها اللي هي إز، فباش بنزل وات وبشتغل في الجملة عادي زي ما هي، زي ما اتفقنا وات نزلناها. هسا ذا تايم، مش إحنا كنا بنعكس ما بين الفعل المساعد والسبجكت، وات ذا تايم إز. حابة تحطي بليز صح؟ حابة ما تحطيها صح؟ الملاحظة الثانية، إذا هون بالأول اتفقنا على شغلة، أو بالأحرى أنا في عندي شغلتين بدي أنبهك إلهم، يعني بليز إذا كانت بنهاية الجملة حابة تحطيها خليها، حابة تقيميها عادي. الشغلة الثانية هاي واتس، انتبهي إنه هاي إز بتحطي وات صح بتنزليها، لكن الاز بدها تتبدل مع ذا تايم اللي هي السبجكت، اوكي؟ احنا حكينا بنعكس ما بين السبجكت والفعل المساعد، ماشي؟ الملاحظه الثانيه، مرات بيكون عندي كلمات مش وات لحالها، مش وير لحالها، مش وين لحالها، بيكون عندي كلمه يعني السؤال مكون من كلمتين او مرات ثلاثه. يعني كيف بدي اعرف؟ احنا اتفقنا على بنية الجملة، بنية الجملة اذا كان عندي دبليو اتش ويرد، احنا كلامنا عن دبليو اتش كويستشنز. هسا باجي بحكي، احنا اتفقنا انه انا عندي اول شغلة دبليو اتش ويرد صح، بعدين اوكسيلياري فيرب، بعدين سبجكت، بعدين فيرب، اوكي؟ اذا مش عارفة، اذا مش عارفة انه وات تايم كلياتها كلمة سؤال، بمشي لعند الفعل المساعد. بتعرفي الأفعال المساعدة صح؟ كل إشي قبل الفعل المساعد كلمة سؤال، سواء مكون من كلمة أو كلمتين أو ثلاثة، أوكي؟ اتفقنا؟ هسا what time كلياتها كلمة سؤال، بنزلها كلياتها، ومش مسموح أبداً تنزلي لي وات لحالها وتيجي بتصير تخبيص الجملة، أوكي؟ what time بنزلها. هسا يلا خلينا نطبق القاعدة، did لما تكون موجودة بتحذفها، بننزل she وكم، شو بدها تصير؟ بدها تصير كم اللي هي verb to، أوكي؟ كمان مثال عليها، how many students، لاحظي كلمة سؤال قديش، مش how لحالها، how many students كمان هاي كلياتها كلمة سؤال. هسا باجي بحكي كيف عرفت أنا كلمة سؤال، مش أنا عندي هذا auxiliary verb فعل مساعد، فكل اللي قبله كلمة سؤال، بنزلها how many students. يلا نطبق قاعدتنا how many students. هسا do بدنا نحذفها، we have صح بدون اي تغيير. كمان طلعي هون كلمة السؤال، طلعي لي عليها وين الاوكسيلياري فيرب does صح، فاذا وين كلمة السؤال؟ كل هاي I wonder how much sleep. شو اتفقنا بضاز؟ نحذفها، ننزل السبجكت، نحط اس، how many how much sleep she needs، اوكي؟ needs عشان ضاز لا تنسي. اذا ما بدها تربكني كلمة سؤال اذا كانت كبيرة، عادي بكل بساطة عند الاوكسيلياري فيرب ببين، ماشي؟ كل اللي قبل الاوكسيلياري فيرب بتنزلي. كمان كمان عندنا شغلة ثانية، ملاحظة مهمة لازم تنتبهي لها، يعني أنا هون حطيت لك كل الملاحظات اللي بدنا ننتبه لهم. أنا عندي إذا كانت بليز بالبداية، احذفي عشان تكوني عارفة حالك شو بدك تساوي. عندي هون ما عندي صيغة سؤال زي ما أنت شايفة، هيلب اللي هو فعل أمر، لما يكون عندي فعل أمر عادة ودائما بده يجيب لك do you mind. اتفقنا على do you mind شغلة من بداية، إذا انتبهتي يوم ما حكينا عن المقدمات قلت لك do you mind لازم يجي وراها verb ing، إحنا بنعرف do you mind telling me مقدمة صح؟ هسا do you mind إذا كان عندي فعل أمر ما عندي مجال إلا أجي أحكي do you mind helping me، بكمل to know the direction. فشو عملت في وجود الفعل الأمر مع do you mind اللي بكون بلش لي فيها، بس بحط مع الفعل مع فعل الأمر verb ing، أوكي؟ شغلة ثانية كمان ملاحظة، can you go with me. هسا أنا عندي هنا model
مودل فيرب. وعادة بيجيبولك المودل فيرب بيجيبولك إياه مع هاي المقدمة do you mind، شو بدي أعمل، ولا أي إشي، ولا أي إشي بحير يعني، ولا غريب. باجي بحذف المودل فيرب وبحذف السبجكت، باجي لعند الفيرب لأنه اتفقنا do you mind على طول بدها فيرب ing، فباجي بحكيك do you mind going with me. اوكي، فحطيت ing وبس، حذفت فعل المودل كان بوجود كان، هو عادة كان بجيب لك يو والسبجكت حذفتها كان والسبجكت، جيت على الفعل حطيت له ing. هسا ممكن انت يخطر في بالك تيجي تحكي ليش ما اكمل المقدمة اللي احنا بنعرفها do you mind telling me، ساعتها do you mind telling me اذا كملتيها بدك تيجي تحكي if you can go with me. 100% صحيحة، ابدا مش غلط، صحيحة، بس انت ليش تغلبي حالك، احذف كان ويو وعند الفاب حطي ing. اوكي، بوجود do you mind بحكي لك انا هاي المقدمة لها خصوصية لانه الفعل معاها ing. لو كان بلشك do you mind telling me ساعتها حطي اف وكملي زي ما حكينا. هسا كمان ملاحظة جدا مهمة اجت مرة يعني بالوزارة على ما اذكر، وبنحل اسئلة الوزارة بنشوف، اجى عندي الفعل المساعد منفي. خلينا نشوف اذا كان الفعل المساعد منفي شو بدي اعمل. هسا for example why isn't she coming with you، باجي بحكي كل اريحية الفعل المساعد كقاعدة، هيني قاعد بحكي لك شو مكان الفعل المساعد سواء فعل بي أو فعل هاف أو فعل دو أو المودل، شو ما كان إذا كان منفي دائما بعكس حتى أفعال دو. أوكي، فهنا باجي بحكي could you tell me why، رح ننزلها قبل ما نبلش بالفعل المساعد، عندي isn't فإذا بدي أعكس she isn't coming وبكمل with you. أوكي، why didn't، تطلعي didn't اللي إحنا طول الوقت وإحنا بنحكي أفعال دو بنحذفها، لكن إذا إجت منفية ما بحذفها. هسا could you tell me why بعكس you didn't help وبكمل that's it thank you. طبعا الفيديو الثاني إن شاء الله رح نحل أسئلة الستودنت بوك، والفيديو اللي بعديه رح نحل أسئلة الوزارة. هاي هي القاعدة. Now let's look at the student book, page 51. Grammar, indirect questions, exercise 5. Rewrite these direct questions as indirect questions. أسئلة مباشرة بدي أكتبها كأسئلة غير مباشرة. Using all the phrases in the box. باستخدام كل العبارات الموجودة عندي هنا في البوكس. طبعا اللي موجودة هي مقدمات الانديركت كويستشنز، فأنا بدي استخدم أي مقدمة بدي إياها كلياتهم نفس المعنى. يعني أنا حابة بداية هذا السؤال الأول مثلا أحط could you tell me، ممكن أحط do you mind telling me، ممكن do you know، ممكن could you explain، أي واحدة فيهم صح. وبرجع بذكركم إنه do you mind بتذكر حكيت لك telling دائما وراها do you mind verb ing، وهنا عندنا telling me هي كلياتها كمقدمة كاملة. Now let's look at the exercise. بس أنا حطت لك إياه هنا على sheet على ورقة ثانية عشان يكون أوضح إليك. Number one where should I revise for exams؟ Do you mind telling me؟ أنا اخترتها، ممكن أنت كنت بدك تختاري واحدة فيهم do you know، ممكن could you tell me، عادي يعني أي مقدمة بتسد. Do you mind telling me؟ عندي where، ما دام موجود WH word أول إشي بنزلها عشان ما أنسى، بعدين بطلع should I should model وراها subject، كل اللي بعمله بعكس، فبدأ تصير I should revise for exams. هاي اللي عملته، إذا نزلت WH word عكست ما بين المودل والsubject وكملت، فصارت I should، كانت should I صارت I should وكملناها، وبالآخر question mark على أساس إنه هذا بداية سؤال. Number two, how much sleep do teenagers of our age need? Do you know? How much sleep كبيرة عندي كلمة السؤال، مش زي where قبل شوي. How much sleep مكونة من ثلاث كلمات، حكيت لك لخصوصية how much أو how many عادة بيجي وراه الناون، بيجي وراه الاسم اللي أنا بسأل عنه. فإذا لو كانت عندك how much مثلا sleep، how much water، how much milk، how much sugar، فعادة بيجي معها اسم. How many students, how many girls،
for example. فإذا بدنا ننتبه لو حتى لو ما عرفتي دائما كوني منتبه. احنا حكينا احنا بدنا ندور على الفعل المساعد اصلا هو الاساس في الاندايركت كويستشن مش دو فعل مساعد فكل اللي قبلها كلمه سؤال. فإذا do you know how much sleep حكينا احنا شغلنا مع دو ايش بنحذفها بدون اي تغيير بنكمل الجمله زي ما هي. Teenagers of our age need question mark. Number three. Is it possible to improve your memory? Could you tell me? حكينا إذا ما كان عندي WH word على طول if أو whether. ما عندي هون WH word فإذا حطيت if. بعدين is it بعكس ما دام عندي فعل مساعد is فعل بي فعل مساعد وات فإذا بعكس فبدأ تصير it is وبنكمل possible to improve your memory و question mark. Number four. What do you mean by mnemonics? Do you mind telling me? What رح أنزلها بعدين do حذف بنكمل you mean by mnemonics question mark. Number five. إذا مذكرين mnemonics حكينا أساليب تقوية الذاكرة. Number five, what should I do on the day before the exam? فإذا عندي what حطينا could you explain هاي اللي أصلا بتكون موجودة what should I هني هدول اللي فيهم ما يعني تخطفنا كلمة do نحكي هي الفعل المساعد لا احنا بنمشي هاي كلمة السؤال should اللي هي model فإذا هي الفعل المساعد I السبجكت انتهى فإذا نزلنا what فإذا بعد هيك I should what I should do on the day before the exam لاحظتي I should do كانت هون أصلا main verb مش auxiliary verb مش فعل مساعد هي الفعل المساعد should هي اللي عكسناها مع subject ودو فعل رئيسي وكملنا فيها. That's about the student book. Now let's look at the activity book. Activity book page 36. Exercise 5. Exercise 5. Complete the following indirect questions. يعني هو بيحكي لي عنهم إنهم indirect questions. هي أصلاً أسئلة غير مباشرة. Let's look at them. The first one is done for you. Number one. Can you suggest a healthy breakfast? لاحظي كل جملة فيها فكرة بدك تكون مركزة معاي في هذا التمرين. هسا can you suggest a healthy breakfast? Do you كان حط لي فراغ حط لي suggesting هنا ما دام حط لي verb ing المقدمة الوحيدة اللي فيها verb ing اللي هي do you mind فالطبيعي مش راح تستخدمي لي could you explain مثلا ولا do you know راح نستخدم do you mind على الإطلاق لأنه أنا عندي هون verb ing فإذا do you mind suggesting من وين جبتها suggesting إحنا اتفقنا إذا كان عندي model اللي هي كان بالذات وsubject وكان عندي كملناها فبنحذف كان وبنحذف السبجكت بنحط do you mind مع بس مع مقدمة do you mind هذا الكلام بنحذف كان وبنحذف السبجكت ودو يو مايند وبنجيب الفيرب الموجود هون بنحط له ing وبنكمل الجملة زي ما هي. فإذا do you mind suggesting. Number two, please help me to plan my revision. نوع ثاني من الأسئلة. فإذا هاي الأولى إذا كانت عندي can you بالذات وكانت المقدمة do you mind اتفقنا بنشطب can you وبعد do you mind الفعل هذا بنحطه ing وبنكمل الجملة زي ما هي. الفكرة الثانية اللي مهمة كمان بدنا ننتبه لها imperative form صيغة الأمر. إذا كانت بليز بالبداية قلت لك بالشرح احذفيها إذا كانت بالنهاية أنت مخيرة تخليها أو لا لكن بالبداية احذفي. هسا لو صيغة الأمر عندك عادة بتبدأ بفعل أمر help me لاحظي مش صيغة سؤال عندك فعل أمر شو بدنا نعمل فيها هاي بدالي عادة فعل الأمر رح يبلش لك do you mind على الإطلاق دائما فعل الأمر بلش لك do you mind فإذا do you mind شو حكينا بنعمل بنجيب فعل الأمر هذا بنحطه ing فعشان هيك هي المقدمة الأنسب إذا كانت عندنا جملة أمر. إذا do you mind helping me to plan my revision جبنا الفعل وحطنا ing برجع بعيد شطبنا please
بعدين do you mind المقدم الأمثل أفضل مقدم لصيغة الأمر الإمبراتيف فورم صيغة الأمر اللي هي بتبلش بفعل أمر فإذا do you mind helping me to plan my revision number three how can I relax حط لي you explain برجع بتذكر المقدمات اللي حكينا عنهم ايش كانت قبل يو اكسبلين لاحظي انا شغلي هون نفسه بشتغل معانا بالمقدمه فاذا كود يو اكسبلين كانت عندنا مقدمه كود يو اكسبلين اذا متذكرين مش دو يو اكسبلين ولا ود يو اكسبلين كود يو اكسبلين بعدين هاو نزلناها كان اي بدنا نعكس زيها زي اي موديل اي كان How I can وبنكمل relax فكان أنا شغلي في إيش في I can هني هدولة اللي اشتغلت فيهن I can number four Are we allowed to eat Are we allowed to eat sweets during the exam نفس الإشي بل عندي بلشها you know فإذا إيش كان إذا بدي أكملها كمقدمة للindirect question do Do you know؟ هاي كانت المقدمة. هسا ما عندي WH word. إذا إما F أو whether. F أو whether. بعدين نعكس ما بين are we. فبدأ تصير we are allowed to eat sweets during the exam. فإذا F أو whether. We are allowed to eat sweets during the exam. Number five. Please tell me where you found that information. Please حذف حكينا بالبداية. فإذا هاي جملة أمر. طبيعي إنه بده يبلش في مقدمة اللي حكينا عنها. Do you mind? Do you mind? هاي المقدمة. هسا إجا عندك الفعل هون tell. فأنا بكملها. Telling me where you found وبنكملها. فأنا لو جينا نحكي عن شغلنا هون إنه نفس tell حطت لها ing. ما دام حطت لها ing خلاص انتهى شغلي. فيها do you mind telling me where do you mind telling me where you found that information بدون اي تغيير number 6 does the exam start at 10 or half past 10 حكى لي whether ما اعطاني شو المقدمه فانا هون حره بحط المقدمه اللي بدي اياها do you mind telling me do you know could you explain أي واحد فيهم من المقدمات تصلح طبعاً وذر إيش معنى هون اختار لي وذر مع إنه إف صحيحة 100% يعني لو حطها لأنه عندي أور عادة لما يكون أور تخيير عادة استخدام الأفضل وذر هسا ذا إكزام منرجع أنا سألت بدز فحكينا دو دز ديت تحذف نحذف دز لكن اتفقنا إنه منيجي على الفعل بنحط له إس المضارع المفرد فإذا Do you know whether the exam starts? ضروري الاس اللي هنا. ضروري جدا. Starts at 10 or half past 10. This exercise is important. Exercise 5. Pay attention to the ideas in it. انتبهوا للأفكار الموجودة فيه. Exercise 6. Rearrange the words. To make indirect questions. أعيد ترتيب الكلمات حتى أنك تعملي لي indirect questions. يعني مش الأسئلة يعني هاي اللي إحنا متعودين عليها بالوزارة هي أسئلة rewrite اللي كانت في الإكسرسايز اللي فوق أكثر. Number one. أعطاني كلمات طبعاً I wonder if you could explain the best way to revise. الأفكار اللي موجودة مهمة والجمل مهمة يعني أي جملة ممكن تشكي rewrite فيهم اللي أنت شايفيتهم. I wonder if. لاحظي I wonder. اللي هي المقدمة وبعدين حط لي F اللي هي بداية الـ indirect question بعدين you could explain the best way to revise number two do you know do you know أخذتها كمقدمة من هدول الكلمات do you know how much sleep اللي هي كلمة السؤال اللي حكينا عنها المكونة من ثلاث كلمات جملة السؤال بعدين a teenager needs Do you know how much sleep a teenager needs? هذا كان أصل السؤال How much sleep does a teenager need? فهو حط ليها هيك محول وجاهز إلى indirect question Let's continue number three Could you tell me how much revision I should do? نفس الإشي Could you tell me قال لياتها هاي المقدمة
how much revision كلمة السؤال ملاحظين how much revision كلياتها هاي العبارة للسؤال I should هاي subject وهاي المودل فيرب وهاي عندك الفيرب فلو انت جيت سألتي نفسك شو كان أصله هذا السؤال شو كان الدايركت كويستشن منه كان الدايركت كويستشن منه how much revision should I do هيك كانت number four Do you mind giving me a glass of water? كمان هذا كان أنا عندي هنا Do you mind اللي هي مقدمة giving حطينا الverb مع ing me a glass of water. إيش كان السؤال عليها؟ يلا خلينا نفكر مع بعض. السؤال كان على هاي كان ممكن نيجي نحكي لك Can you give me a glass of water please? هيك كان Can you give me a glass of water please فشطبنا Can you وحطينا Do you mind giving me a glass of water شطبنا please Number five Do you know whether exercise is better in the morning or in the evening فهنا كمان نفس الإشي هاي المقدمة Do you know whether حطناها لأنه Yes no question Exercise is better فإذا Is exercise better in the morning or in the evening? هيك كان أصل السؤال. Is exercise better in the morning or in the evening? That's it about exercise 6. Let's return back to exercise 4. Exercise 4 كمان the page before اللي هي عندك page 35. الاكتيفيتي بوك كمان صفحة 35 اكسرسايز 4 يمكن هنا تعتمد على المعنى شوي خلينا نشوف complete the questions with words from the box the first one is done for you طبعا الكلمات هاي اللي بدنا نستخدمهم let's look at number 1 do you know if we can take water in the exam حط لي هون F طبيعي لأنه do you know كانت عنا المقدمة وما عندي WH word فطبيعي بدي يحط F عشان نزبط معانا indirect question number two could you tell me how much this book costs please فحطينا هون كم how much يعني كم يكلف هذا الكتاب how much number three Do you know whether I've passed my exam or not? يمكن لأنه كانت تخيير فعشان هيك whether كانت الأنسب لاستخدامنا اللي هي بمعنى if معناها فيما إذا Number four Do you mind telling me where the library is? ما دام بسأل عن مكان فإذا where أين؟ Number five Could you explain how I can solve the maths problem? فإذا هون استخدمنا هاو كيفية بس عن كيفية حل مسألة الرياضيات فهون هاو كيف number six could you possibly tell me who the Arabic teacher is ما دام بسألني the Arabic teacher عن اسم شخص عن شخص فإذا أكيد بسأل بهو number seven do you know when we'll know our results فأنا باجي بسأل هون متى تعرف هل لك أن تخبرني متى ممكننا أن نعرف النتائج؟ Number 8 Do you mind explaining why the sky sometimes looks red? Why? لماذا؟ كمان نفس الإشي هاي بنسأل فيها عن السبب لماذا إن السماء تبدو حمراء؟ طبعا هذا التمرين ما بدنا نستهين فيه ممكن يجيكي في ضع دائرة Thank you بسم الله يلا نحل أسئلة الوزارة على الـ Indirect Questions رح نبلش من الدورة الشتوية 2016 طبعا كل دورة لازم يجي هذا السؤال بتعرفي طبعا أكيد هو Question No. 3 Rewrite Question No. 3 B بتعرفيها أنت من المقدمة Could you tell me زي ما أنت شايفة ما دام عندك بلشت بها و WH word بنزلها بعدين Can I بدها تصير I can نعكس ما دام Model وبنكمل get للآخر أوكي؟ لازم تكملي الجملة للآخر يلا الدورة الصيفية 2016 question number 3 B من المقدمة بتعرفي do you know
بننزل على طول ما دام ما عندي WH word فبحط F. لا ننسى نحط F. هسا عندك is there فإذا بعكسها there is وبكمل الجملة للآخر. الدورة الشتوية 2017 do you know منها بتعرفي أكيد بننزل F ما دام ما عندي WH word بنزل F. بعدين are students بدها تصير students are وبكمل بكمل الجملة للآخر. هسا الدورة الصيفية 2017 question number 3 هاي عندك B number 1 do you know ما دام ما عندي WH word F. ديري بالك مش أروح على طول على الفعل المساعد F. بعدين باجي بطلع عندي does رح نحذفها بكمل the bell. في عندك ring هي الverb بحط لها s بتصير عندك rings وبكمل at بنكملها للآخر. في عندنا الدورة الشتوية 2018 question number 3b number 2 شايفيتها could you tell me على طول عندك what بنزلها. بعدين can't we اتفقنا إذا كان منفي الفعل المساعد تلقائيا بدنا نعكس شو ما كان فإذا we can't وبتكملي bring نكمل للآخر. في عنا الدورة الشتوية 2018 هاي could you tell me إذا على طول How much sleep do teenagers of our age need? عندي كبيرة WH word. انتبهي هاي الأوكزيلياري فيرب الفعل المساعد. فإذا بنزل How much sleep. اتفقنا كل إشي قبل الفعل المساعد بننزله. نحذف do وبنكمل. Teenagers وبنكمل للآخر بدون أي تغيير بعد هيك. الدورة الصيفية 2018 question number 3b could you tell me عندي WH word بنزلها how can I بتصير I can fix وبنكمل. عندنا الدورة الشتوية 2018 question number 3b هاي اللي حليناها قبل شوية how much sleep do teenagers need حكينا could you tell me how much sleep بنشطب do و teenagers of our age need. هسا الامتحان التكميلي 2019 نفس الاشي هذا اللي كان الكتاب كامل. خلينا نشوف question number 3b لاحظوا عدد ال rewrite زادت لأنه في الكتاب كامل. هسا اللي موجود أول واحدة did she attend could you tell me حكينا بنحط أول إشي F. بعدين عندك did رح نحذفها she بنيجي على الفعل بده يصير عندك attended verb to the meeting yesterday. الدورة العادية 2019 اللي كانت في الكتاب كامل كمان. هسا آخر واحدة question number 3b how much does the cotton shirt cost Could you tell me هسا اتفقنا كل إشي قبل فعل do بالنزل قبل auxiliary verb هون عنا كان does. هسا how much نشطب does the cotton shirt costs لا تنسي الاس اوكي. وآخر إشي دورة المعيدين 2019 كمان Could you tell me what should إذا what عندك model بعدين I what I should نعكس ما بين I والmodel do وبتكملي للآخر. Thank you.